بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفوني سور لا شان ميليسا كاينه الزول في اللون. اليوم ان شاء الله عندي معكم وصفه تاع بوم بولونجير. راح نديرو بطاطا في الكوشه من اربع ما يكون. راح نشوفوها معايا. نبداو هنا كما راكو تشوفوا البطاطا هذه ولا بوم بولونجير، تحب كميه مليحه تاع البصل. عندي هنا حبه بصله رحيتها تكون كبيره، انونيون يعني يكون كبير. راح نرحيه باش نطيب فيه هاد لو مورسو دو فيوند. اختاروا يعني القطعه تاع اللحم اللي عجبتكم، دو بريفيرونس تكون كيما هكا جاغي، راح تكون خير وخير. وعندي هنا حبه بصل واحده اخرى كبيره، حتى زوج حبات نقطعهم يعني اون لامال كيما هكا، يعني كيما البصل تاع تشكتوكه. نبداو الوصفه بسم الله. قبل منها ما نبدا، الوغ عندنا بيان سور حبات تاع بطاطا، نقطعوهم دي روندال ونقليوهم، لكن ما نقليوهمش يعني ما يطيبوش بزاف، جوست اون يعني نعطيوهم ان دوغيغ غير ما يعني يتقلاو ويشدو روحهم شويه، ما نخليهمش حتى يتحمروا ونحيهم. دونك انا لو طون اللي حنبدا نطيب اللحم تاعي نروح نقلي البطاطا كيما قلت لكم، نقطعها دي روندال ولا نقطعها دوائر ونقليها ونبدا. نحط هنا في قدره الزيت يسخن، نحط عليه كمية تاع البصل اللي قلت لكم رحيتها ولا قطعوها رقيقة كيما تحبوا، يعني جميل انا ايمانسي يكون كبير كما قلت لكم، لانه لا بوم بالونجير تحب مليح لوغو تاع البصل. فوالا راح نخلو هاد البصل هكدا يقبل لي شوية هاد البصل، نحط عليه لابيونت. Alors on va assaisonner le platane, yani on va mettre le melh, on va donc avec le sel, on a mis du sel, on va mettre avec le poivre noir ou le poivre blanc, yani tout le poivre ou le poivre le biad, on va mettre le melh, on va mettre le curcum ou le curcuma, on va mettre le melh, on va mettre le شوية تاع الكركم. عفوا السكنجبير ولا الجنجبر، هاوليك نقلي مليح اللحم تاعي مع هاد البصل وكامل هاد التوابل. الرائحة ما شاء الله، ريحة هاد التقلية يعني شهيتكم فيها ان شاء الله. ان شاء الله ديروها وجربوها وتاكلوها بصحة ومعنى، لانه ان بلا هايل يعني تقدروا ديروا حتى العضات. دركا راح نمرق هذا اللحم تاعي ونخليه يطيب. فوالا نغطي عليه نخليه يطيب. بيان سور ماهوش راح يطيب لنا 100%، لانه راح يزيد يكمل الطياب تاعو في الفوغ. في نفس الوقت هنا عندي مقلاة راح نقلي فيها هذاك البصل اللي قلت لكم عليه. دير كمية تاع الزيت على نار قوية يعني افو فيف، هنا ونقلح. هاي لك البطاطا كما قلت لكم نقطعها دي غونديل ونقليها. هذه يعني الكميات تختلف على حسب شحال راكو حابين ديرو.
تاعنا ها هو لك راه واجد كيما شفتو، بطاطا في الكوشه ولا بوم بولونجير من اروع ما يكون، سهله بنينه بنينه بزاف وتحمر الوجه، يعني حاجه باهيه كيما نقولوا. ما كاش اللي ما يحبش البطاطا في الكوشه، انا درتها لكم بطرف تاع اللحم، نديروها بلا فيوند دو فو دو بريفيرونس يكون مورسو دو جاري كيما شفتو، يجي محمر يجي بنين تاعنا، ونسربيوه مع لا بوم دو تيغ، نقدموه بيان سور مع اون بون سالاد. يعني دائما نحاولوا ان ناكلوا اكيليبري. نتمنى ان شاء الله ان تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم. تهلاو في روحتكم وصحه فطوركم. ميليسات وسلام.